مشاهدنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ألو فارس. هذه الحصة قلنا لتجيكم يوميا ما عدا يوم الخميس والجمعة. اليوم راح تكون آخر حصة لهذا الأسبوع إن شاء الله. مشاهدنا الكرام، كما جرت العادة اليوم زوج كيفيات اللي رايحين نحضروهم مع بعض، كيفية بنان 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 كما جرت العادة. كيفية الأولى راح تكون مالحة والكيفية الثانية راح تكون حلوة. قبل ما نعطيكم المقادير وطريقة تحضير هذه الكيفيات، إن شاء الله نذكركم بالكراس والسيارة باش تدونوا كل المقادير وطريقة تحضير هذه الكيفيات. يلا مشاهدينا الكرام، إن شاء الله تكونوا وجدتوا الكراس نتاعكم. نبداو بالكيفية الأولى اللي هي محنشة اللي راح نديروها بالسلق واللحم المفروم، والكيفية الثانية راح تكون حلوة بشوكولاتة هي ديسباسيدو. ديسباسيدو كما قال راح تكون بنينه بنينه بزاف بزاف بزاف. راح نشوفوا المقادير تاعها خاصه هذا الويكاند، هكذا باش تحضروها في عطله الاسبوع، ولادكم يحبوها اكيد. يلا مشاهدينا الكرام نروحوا للكيفيه الاولى. الكيفيه الاولى كما راكم تشوفوا عندنا هنا العجينه تاع هذه المحنشه راح تكون يعني شويه مختلفه على العجائن اللي ما فينا نعرفوهم. عندكم هنايا نص لتر تاع الحليب، نص لتر تاع الحليب، زوج حبات بيض، شويه تاع الملح، وكميه تاع فرينه باش تطموا العجينه تاعكم. نعاود لكم العجينه، قلت لكم عندكم نص ريتلا تاع الحليب، زوج حبات بيض، شويه تاع الملح، وعندنا فرينه حتى نطموا العجينه تاعنا. هذا بالنسبه للعجينه. اما بالنسبه للحشو تاع هاد المحنشه، عندكم هنا زوج حبات بصل يكونوا مقطعين بهذا الشكل، عندكم كذلك حوالي 300 غرام تاع اللحم المفروم، وعندنا هنا 3 ربطات تاع السرق اللي تنقيوهم مليح وتقطعوهم وتغسلوهم وتقطروه بهذه الطريقه. وعندنا كذلك حبه تاع بيض اللي رايحين ندهنوا بها المحنشه تاعنا، وملح وفلفل الكحل. هذا بالنسبه للمقادير. دونك راح نبدا نحضروا هذه المحنشه، وفي نفس الوقت راح نعاود لكم المقادير. يلا نروحوا نحضروا الحشو. هو الاول نحضروا الحشو الاول باش يبرد لنا. هكذا شوفوا معايا، راح نحط شويه تاع الزيت، هكذا شوفوا معايا كميه تاع الزيت، نخليها تسخن. وهذه العجينه مشاهدنا الكرام لازم عليكم تخليوها ترتاح، تخليوها ترتاح باش يعني تسهل عليكم باش تحضروا هذه العجينه. تبعوا معايا هنا، نروحوا قلنا للحشو، نحط البصل. انا في هذه الكيفيه نحب كميه العبسه تكون كبيره باش تجيني بنينه. هكذا نخليو هذا البصل يدبال شويه، وراح نزيد عليه اللحم المفروم، ملح قلنا وفلفل الكحل، شويه تاع الملح، هكذا، وشويه تاع فلفل اسود، بهذه الطريقة. راح تشوفوا معايا مشاهدينا الكرام كيفية سهلة وفي نفس الوقت بنينة. هكذا هنا في هذه الحالة راح نزيد شوية تاع اللحم المفروم، هكذا بهذه الطريقة. هكذا نحلو كامل هذا اللحم المفروم ولا هذا لافيونداشي، نحلوها مليح في البصل. هكذا بهذه الطريقة شوفوا. وانتوما هنا الحشو ماشي شرط يكون لحم مفروم، تقدروا ديروا الدجاج، تقدروا ديروا حوت، تقدروا ديروا الطون، يعني الشيء اللي حبيتوه تاع
تقدروا تفرسيو هذه الحنشات تاعكم. شوفوا معايا هكذا، قلنا نحلوا هذا اللحم المفروم مليح في البصل، هذا بهذه الطريقة راح نخليه يتقلى. راح نزيد له كذلك، شوفوا معايا نزيدوا هذا السرق اللي كنت غسلته وشللته مليح وقطرته من الماء، شوفوا معايا هكذا. نبدا نزيد السلق، على بالكم السلق الكميه اللي ديروها راح تتبال وتولي قليله هكذا بهذه الطريقه. شوفوا معايا نزيد نكمل الكمية اللي قعدت، دوك تشوفوا هذه الكمية كامل تحبط وتولي كمية صغيرة. هنا نخليوه مدة. شوفوا هنا مشاهدة الكرام راح نحضروا العجينة، قلنا سهلة كذلك، زوج حبات بيض، هذا بهذه الطريقة، وعندكم كمية تاع الملح، كمية صغيرة، ونزيد كذلك نص لتر تاع الحليب، هادو نخلطهم مع بعض. شوفوا معايا هكذا بهذه الطريقة، عجينة سهلة وما فيهاش. شوفوا هنايا الكمية تاع السلق اللي حطيناها راهي بدات تتبال، هكذا بهذه الطريقة. شوف نعود نوليو هنا العجينة تاعنا مشاهدينا الكرام. هنا قلنا درنا نص لتر تاع الحليب، زوج حبات بيض يكونوا كاملين، شويه تاع الملح، ودوك نبدا نطم العجينه تاعي بالفارينه هكذا كيما نعملوا العجينه تاع المحاجب ولا المسمن. شوفوا هكذا نبدا نطم العجينه تاعي. وشنو قلت لكم هنا، هذه العجينه مشاهدينا الكرام لازم عليكم تخليوها ترتاح باش تجيكم سهلة تقدروا تحلوها بكل سهولة. شوفوا معايا والعجينة ما تعجنوهاش يابسة بزاف، دوك نوري لكم. شوفوا معايا هكذا تبداو ديروا الفارينة حتى تطموا كامل العجينة تاعكم. شوفوا هكذا نزيد شوية فارينة، شوفوا هكذا. على بالكم هذه العجينة كي تكونوا تعجنوا فيها راح تلاحظوا باللي عجينة ناجحة وتقدروا تخدموا بها بكل سهولة.
شوفوا هكذا. هكذا نعجنها مليح ونطمها مليح. وشنو قلت لكم مشاهدينا الكرام، لازم تخليو هاد العجينه ترتاح باش تجيكم سهله كي تكونوا تفتحوا فيها. انني موجد عجينه يعني عجتها من قبل، راح نشوفوها مع بعض. شوفوا معايا، شوفوا هكذا. هكذا ندلكها غير شويه ماشي بزاف. ها شوفوا هكذا، هاي العجينه تاعي، نغطيوها ونخليوها ترتاح. هكذا نغطيوها كيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح. راح تشوفوا قد ما ترتاح راح تطلق روحها. احنا شوفوا هي شويه يابسه، ولكن قد ما تخليوها ترتاح راح تطلق روحها. انا راح نخلي هذه ترتاح. نعاودوا لي هنا مشاهدنا الكرام الحشو تاعنا. هاوليك شوفوا، شفتوا الكميه تاع السلق اللي درناها، راهي حطت كامل. هايدا بهذه الطريقه. هنا مشاهدنا الكرام هاي ليك العجينه اللي كنت انا وجدتها من قبل وخليتها تريح، نتحصلوا على هاد العجينه. انا دهنتها بشويه تاع الزيت، دهنتها بشويه تاع الزيت هاي ليك، وخليتها ترتاح. هنا الحشو تاعي راهو طاب. هنا الحشو كذلك من الاحسن يكون بارد باش تقدروا تخدموا بها. هكذا انا راني نصفي هاد اللحم المفروم والسلق من هاد الماء، لانه الماء راح يعطلكم باش تخدموا. شوفوا هكذا، هنا نخليو اللح ولا الحشو نتاعنا يبرد شويه. شوفوا هكذا، هنا نخلي هذا جه. قلنا هنا عندنا حبه بيض اللي راح ندهنوا بها العجينه تاعنا ونسحقوا. هنايا نسيت ما قلت لكمش في المقادير عندكم كميه تاع زبده تذوبوها وتخليوها تبرد شويه. واش راح نزيد؟ راح نزيد شويه تاع الزيت. هكذا
شوفوا معايا مشاهدينا الكرام واش راح ندير. ناخذ شوفوا العجينه كي تريح، كتشوفوا هنا نحي هادو. واش ندير؟ ندير شويه تاع الزيت من التحت، شوفوا هكذا هكذا، وهنا ندير شويه تاع الزبده ونحل العجينه تاعنا. شوفوا معايا، قلت لكم قد ما تخليوا العجينه تاعكم تريح قد ما تجيكم سهله باش تحلوها. شوفوا هكذا بهذه الطريقه. شوفوا معايا، شوفوا هنا قلت لكم قد ما تخليو العجينه ترتاح راح تجيكم سهله. شوفوا هكذا، وهنا حلوا العجينه تاعكم ماكسيموم لانه راح نطويوها باش ما توليش خشينه بزاف. شوفوا هكذا، هكذا شوفوا. دوك واش راح ندير؟ هذا هو الحشو تاعنا. هذه السنيوه اللي حنستعملها للمحنشه، ندهن هذه السنيوه بالزبده ولا مارغارين تكون قلنا دايبه، وندهنوها مليح. شوفوا بهذا الشكل، شوفوا معايا. دوك ناخذ، نتوما في الدار خليو الحشو تاعكم يعني سبقوا فيه وخليوه هو يعني طيبوه هو الاول وخليوه يبرد مليح باش ما يقطع لكمش العجين. هكذا ونغلق على هاد الحشو، شوفوا بهذا الشكل. هنا نغلق ونزير راه. شوفوا هنا ندورو ونجبد للداخل، هذا باش تتزير العجينه تاعكم. هكذا بهذا الشكل، عمليه سهله. حطوا برك شويه تاع الزيت، شوفوا هنايا قد ما تحلوها العجينه تاعكم تتورق وحدها. شوفوا هكذا، هكذا المخرجه وسقسي فيا لا تجعد العجينه. ها ما تخافوش كامل يا سي المخرج، شوف ها ما تخافوش من هالعجينه. نحط سنيوه هنا في الوسط، تبعوني ها، نحط سنيوه في الوسط، نحط العجينه تاعي شوفوا وندور بهذا الشكل هكذا. نزيدو نحلو واحدة أخرى، قلنا شوفوا معايا هاي ليك العجينة تاعي، نحط شوية تاع الزيت هكذا ونحط شوية تاع زبدة ولا مارغارين تكون دايبة.
ونحلوا العجينه تاعنا هكذا. شوفوا ها، هاي اللي شوفوا هنا العجينه، قلت لكم قد ما تريح قد ما تجيكم سهله باش تحلوا. وخاصة هاد المشاهدة الكرام خصت هذه العجينة اللي كنا حضرناها بالحليب والبيض برك، ما درناش الماء، ما درناش خميرة تاع الخبز، وما درناش كذلك ما درتش خميرة تاع الحلوى، غير شوية تاع حليب، يعني نص ريتا تاع حليب، جوج حبات بيض كاملين، وشوية تاع الملح. شوفوا هاهي، هكذا ونجبد. شوفوا هكذا كما قالنا المخرج نقعدوا. شوفوا معايا صدقوني هذه العجينه جربوها، وعلى بالي راكم رايحين تنجحوا فيها وتعجبكم بزاف بزاف وما تبدلوهاش. شوفوا هكذا ندير هنا هكذا كمية الحشو. قلت لكم هنا الحشو تقدروا ديروا الشيء اللي حبيتوه هنايا، ماشي شرط يكون اللحم مفروم وسلق، انا تعجبني هكذا باللحم المفروم وسلق جبنينة بزاف بزاف. وانتوما الحشو اللي حبيتوه ديروه في الدار. شوفوا نغلق هكذا على هذا الحشو هكذا بهذه الطريقة هكذا، وندور ونزير. شوفوا هكذا هاي ليك، شوفوا بهذه الطريقة. هكذا هكذا ونجعد كما قال المخرج هكذا بهذه الطريقه. شوفوا ها ما تخافوش منها، نجعد هكذا بهذه الطريقه. هكذا قد ما تطولوا هكذا. شوفوا واش ندير دركا، ناخذ الاولى نفتحها بهذه الطريقه، نفتح راح ندخل العجينة تاعي في الأولى وندور. شوفوا معايا بهذه الطريقة هكذا. شوفوا معايا وتكملوا العملية حتى كامل تغطيوا هاد السنيوة كامل بالعجينة تاعكم. شوفوا هكذا أنا راح نزيد واحدة أخرى وراح نغطيوا كامل العجينة تاعنا. ومن بعد واش ديروا السنيوة، ومن بعد واش ديروا كسروا حبه بيض كامله تخلطوها مليح وتدهنوها بالبانسو يعني من الفوق، وتدخلوها الفرن على درجه حراره 180 حتى 200 درجه مده 30 35 دقيقه، تاخذ هذاك اللون الذهبي ونخرجوها. مشاهدينا الكرام راح نكمل انا هذه المحنشه تاعي وراح ندخلها الفرن، نروحوا فاصل قصير ونعاود نوليو وراح نشوفوا الوصفه الثانيه اللي هي ديسباسيدو. خليكم معايا لعشاق شوكولا، راح نكونوا مع بعض بعد هذا الفاصل. الكرام مرحبا بكم مره ثانيه وعلى سلامتكم. رايحين دركا نحضروا المحنشه تاعي راه يطيب في فرن واحد اخر هكذا باش نطيب هنا الديسباسيدو. هذه الحلوه سهله، تبعوا برك معايا الخطوات هذا باش تجربوها في بيوتكم وان شاء الله تنجحوا فيها. يلا واش فيها هذه الحلوه مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا. عندكم هنا العجينه، نروحوا بالعقل بالعقل. عندكم العجينه ثلاث حبات بيض يكونوا متوسطين، هاملك ثلاث حبات بيض، نص كاس تاع السكر، سكر يعني كاس عادي، نص كاس تاع السكر، كاس
ولا عفوا نص كاس تاع فارينا، كيس تاع خميره كيميائيه، مغرف كبيره فانيليا، زوج مغارف كبار ونص، زوج مغارف ونص تاع كاكاو. نعاود لكم العجينه، ثلاث حبات بيض، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع فارينا، وعندكم كيس تاع خميره كيميائيه، مغرف كبيره فانيليا، وزوج مغارف ونص تاع كاكاو. هذا بالنسبه للعجينه. ومن بعد عندكم باش نشربوا هذا البسكويت تاعنا، عندكم كاس كبير تاع حليب، زوج مغارف تاع قهوه ثلاث ذوبان، وزوج مغارف تاع كاكاو يكون مارو. هذا بالنسبه قلنا كاس تاع الحليب، زوج مغارف تاع قهوه ثلاث ذوبان، وزوج مغارف تاع كاكاو. هذا باش نشربوا هذا المسكوتشو تاعنا. ومن بعد عندكم هنا 100 غرام شوكولا بالحليب، 100 غرام شوكولا سوداء، يعني شوكولاته سوداء، وعندكم هنا مغرف كبيره تاع سكري غلاس، وعندنا كذلك نص ريتلا تاع القشده السائله. نعاود لكم بسرعه العجينه، ثلاث حبات بيض، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع فارينا، كاس تاع خميره كيميائيه، مغرف كبيره فانيليا، زوج مغارف ونص تاع كاكاو. قلنا هذا بالنسبه للعجينه. بالنسبه باش نشربوا العجينه والبسكوتشو تاعنا، عندكم هنا كاس تاع الحليب يكون كبير، زوج مغارف تاع قهوه ثلاث ذوبان، زوج مغارف تاع كاكاو. ومن بعد عندنا الكريمه اللي نحطوها من الفوق، عندكم هنايا 100 غرام شوكولا بالحليب، 100 غرام شوكولا سوداء، ومغرف كبيره تاع سكري غلاس، ونص ريتلا تاع القشده السائله. هذا بالنسبه للمقادير. نروحوا درك مباشره اللي رايحين نحضروا هاد ديسباسيتو، هاد ديسباسيتو نهديها خاصه البابي اللي يعمل معنا هنايا وكل عمال البلاد، نهدي لهم هاد ديسباسيتو لانه بنين 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 بزاف بزاف بزاف. يلا مشاهدينا الكرام تبعوا معايا طريقه التحضير واش راح ندير. هنا من الجهة واحدة أخرى راح ناخذ هنا، تبعوا معايا هكذا شوية تاع الماء، نعمل حمام مائي هكذا، نحط هنايا كسرونة واحدة أخرى. قلنا عندكم 100 غرام شوكولا بالحليب، نحطها هنايا، و100 غرام شوكولا سوداء، شوكولاته سوداء، نزيد نحطها هنا. نحضر العجينه، هذه نخليها بجه. نحضروا العجينه، قلنا عندكم هنا 3 حبات بيض، هكذا ان شاء الله ما رانيش نزهب هكذا باش تسجلوا كامل المقادير. قلنا العجينه 3 حبات بيض، وعندكم هنا نص كاس تاع السكر، ومغرف كبيره فانيليا. راح نطلع السكر فانيليا والبيض.
شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، تخلطوا حتى تشوفوا البيض تاعكم تبدل اللون تاعو. واش راح نزيد دركا؟ تبعوا معايا. قلنا عندكم زوج مغارف ونص تاع الكاكاو، كيس تاع خميره كيميائيه، وعندكم نص كاس تاع فارينه. خلطهم مع بعض. شوفوا هكذا نخلطوا، قلنا زوج مغارف كبار ونص تاع كاكاو، نص كاس تاع فارينه، كيس تاع خميره الكيميائيه هكذا. راح نزيد هاد فارينه والكاكاو هكذا ونخلطوا. شوفوا معايا، غادي نولي لهنا باش تشوفوا مليح هكذا. راكم تشوفوا وصفة سهلة، تبعوا برك الخطوات. هنا شوفوا نعاود لكم برك، كنا درنا ثلاث حبات بيض، نص كاس تاع السكر، ومغرف كبيرة تاع فانيا، طلعناهم مع بعض. كي طلعوا مليح زدت هنا خلطت زوج مغارف ونص تاع كاكاو، نص كاس تاع فارينة، وكيس تاع خميرة الكيميائية هكذا، ونخلطوا هذا بهذه الطريقة. هكذا راح نجيب هذا القالب اللي كنت فرشت له ورق الطهي، راح نحط العجينة تاعي هنا، وراح ندخلها الفرن على درجة حرارة 160 حتى 170 درجة، نخليها مدة 35 دقيقة، 25-30 دقيقة راح تكون واجدة. شوفوا معايا هكذا، نمشيها، نمشي العجينة تاعي هكذا. شوفوا معايا هاكليك، راح ندخل العجينة تاعي قلنا للفرن. هكذا نخليها قلنا على درجة حرارة 160 حتى 170 درجة، خليها طيب. هنا إلا تذكرتوا كنا حطينا 100 غرام شوكولا بالحليب و100 غرام شوكولاتة سوداء، حطوهم على حمام مائي نخليهم يذوبوا. نزيد ناخذ كسرونة واحدة أخرى، راح ندفي فيها الحليب، كاس تاع حليب ندفيه برك هنا هكذا. وهنا من الجهة واحدة أخرى راح ناخذ نص ريتلة تاع القشدة السائلة، نحطها هكذا بهذه الطريقة، نحط لها مغرف كبيرة تاع سكر كلاص ولا سكر بودرة. إن شاء الله راح تتبعوا في الخطوات وما يعني ما زربتكمش، تبعوا معنا المخرج قال لي راك مليح هكذا. قلنا هذا ندفيوه بركا، شوفوا هذا يدفى برك. واش راح ندير فيه؟ راح ناخذ هذا البول نحط فيه هاد زوج مغارف تاع قهوة سرات ذوبان مع زوج مغارف تاع كاكاو، هكذا نخلطهم مع بعض هكذا، ونزيد نحط هذا الكاس تاع الحليب هكذا بهذه الطريقة. رائحة القهوة مع الشوكولا خويا أمين، هذه هي اللي راح نشربوا بها هكذا. شوفوا معايا، قلنا لأنه أمين عينيه خرجوا دوكا، دونك أمين ندخل حقك راهو مضمون.
شوفوا معايا هاي لك. هذا قلنا كاس تاع حليب، زوج مغارف تاع قهوه، ثلاثه ذوبان، وزوج مغارف تاع كاكاو. كما تقول صالحه جا الدار، دونك نحييها صالحه بزاف بزاف. شوفوا معايا هاي لك، قلنا كاس تاع الحليب، زوج مغارف قهوه تاع ذوبان، وزوج مغارف تاع كاكاو، نحطهم بجه. هذا اللي راح نشرب به المسكوتشو اللي طيبته، لو يطيب هاو لك نحطو بجه هنا. شوفوا معايا، قلنا عندكم هنا 100 غرام تاع شوكولا نوار، و 100 غرام شوكولا يعني تاع الحليب بالحليب. نخليها تذوب مليح، هذا نخلطهم مع بعض ونخليهم يذوبوا. نعاود نوليو لهنا، قلنا نص ريتلا تاع القشده سائله، وعندكم كاس ولا مغرف كبيره تاع سكر غلاس، نطلعهم مع بعض. هنا القشده تاعنا خليوها تطلع مليح، ما تقلقوش عليها، طلعوها غير بالعقل، ديروا مغرف تاع سكر كلاص وطلعوها غير بالعقل. هنا شوفوا مشاهدينا الكرام، الشوكولا تاعنا خلاص راهي دابت، راح نخليها تبرد شويه باش نخلطها مع هاد القشده السائله. انا نزيد نطلع هاد القشده شويه، شوفوا هنا كريمة تاعي راهي طلعت. نعاودو نوليو لهنا، كما راكم تشوفوا حلية تحلية بسيطة وسهلة، ما تطلبش الوقت منكم كثير.
شوفوا معايا مشاهدينا الكرام، راح نحي هذا الشوكولا منا. قلنا راح نزيدوا هذا الشوكولا هنا في هذه القشده اللي كنا طلعناها، مغرف كبيره تاع السكر كلاص. هكذا بهذه الطريقه هكذا، وندور من الفوق للتحت. شوفوا معايا حتى نتحصلوا على كريمه بذوق الشوكولا، ومن خلال هذه الحصه كذلك ومناسبة اللي حضرنا هذه الحلوة ديسباسيدو، نحب نحيي واحد السيده اللي هي داليسيا اللي تحب هذه الحلوة، اللي تموت على هذه الحلوة وتحبها بزاف وكانت تحضرها في بيتها بزاف بزاف. دونك نحييك اختي داليسيا ونهدي لك هذه الحلوة. شوفوا معها قد ما تخلطوا قد من هذيك الشوكولا راح تدخل في هذه الكريمه، وراح نحطها في الثلاجه تشد شويه روحها من بعد ما طيب هذاك المسكوتو اللي كنا حضرناه اللي راهو يطيب قلنا على 160 حتى 170 درجه. راح كي يخرج مباشره راح نشربوا بهذا الحليب اللي كنا درنا له قهوه سريعه الذوبان، ودرنا له كذلك زوج مغارف تاع كاكاو. هكذا شوفوا هنا هكذا تخلطوا مليح، قلنا راح ندخلها الثلاجه من بعد ما تشد روحها وتشوفوا المسكوتو تاعكم طاب، راح تشربوه بهذا الحليب والقهوه والكاكاو، تخليوها يبرد من بعد تحطوا له هذه الكريمه وتزيدوا تدخلوه للثلاجه، تزيد تخليوها يبرد من بعد رايحين تزينوها بالشيء اللي يكون عندكم، سكر كلاص، كاكاو، شويه شوكولا من الفوق، يعني الشيء اللي يكون عندكم. مشاهدينا الكرام راح نخلي الكريمه تاعي تشد روحها ونخليو البسكوتو تاعنا يطيب نشربوه وراح نزينو، راح نتلاقاو بعد هذا الفاصل وراح نشوفوا الاطباق تاعنا حاضرين وجاهزين امامكم بعد هذا الفاصل. مشاهدنا الكرام مرحبا بكم، كما راكم تشوفوا الكيفيه تاعنا اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم. الكيفيه الاولى اللي هي محنشه اللي كنا شفناها مع بعض، بعد ما كملت المحنشه تاعي دهنتها بهذيك حبه تاع البيض ودخلتها للفرن، قلنا على درجه الحراره 180 حتى 200 درجه تخلي وحده تاخذ اللون ذهبي، وراح نوري لكم الشكل تاعها من الداخل. شوفوا معايا وسمعوا لاباط تقرمش، صدقوني محنشه ولا اروع. هايلك هايلك المحنشه تاعنا، شوفوا تحصلوا على هاد المحنشه. شوفوا معايا هاي ليك، وشوفوا هنا تحصلوا عليها فايتي هاي ليك. شوفوا ان شاء الله تكونوا تبعتوني خطوه بخطوه هكذا باش تجربوا هاد المحنشه. وقلنا الحشو يعني اللي حبيتو ديروه، ما يهمش الحشو اللي حبيتو ديروه، وشوفوا كيفاش تحصلوا على المحنشه ولا اروع وبنينه وتخرج فايتي. هذا كان بالنسبه للمحنشه مشاهدينا الكرام، والحلوه اليوم تاع عمي جلالي بابي هاي اللي حاضره كذلك يا عمي جلالي، راهي حاضره ديسباسيدو اي امامكم بعد ما طيب هذاك المسكوتشو، راكم رايحين تشربوه بهذاك الحليب وقهوه تاع الذوبان وقلنا كاكاو اللي كنا سخناهم شويه دفيناهم خليناهم بردوا، شربتها ومن بعد يعني طلعت قشده سائله مع مغرف كبيره تاع سكر كلاص، وذوبت 100 غرام تاع شوكولا نوار و100 غرام تاع الشوكولا بالحليب، خلطتهم مع هذيك الكريمه خليتها ارتاحت وحطيتها من الفوق. من بعد هنا زينتها بشويه تاع كاكاو وشويه تاع سكر كلاص وشويه مكسرات يعني اللي يكون عندكم، وبالصحه والهنا ان شاء الله. مشاهدينا الكرام تكونوا خديتوا كل المقادير وطريقه تحضير تاع هذه الكيفيات، جربوهم ماكوش رايحين تندموا عليهم. كان يوم اخر يوم لنهايه الاسبوع، لهذا الاسبوع راح نتلاقى بكم نهار السبت نفس القناه ونفس الساعه، خليكم معنا يوم السبت راح يكون معنا زوج مسافات جدد ان شاء الله. سلام.